عفوا شريف شعبان طبعا على الهواء مباشره عشان نطمن من خلاله عن كل ما يخص النادي الاهلي سواء من الناحيه الاداريه او حتى فريق كره القدم. وهو شريف زي ما احنا شايفين كده في الصوره منور الشاشه، هو شريف معانا واقف قدام طبعا غرفه مجلس اداره النادي الاهلي او قاعه مجلس اداره قاعه صالح سليم اللي اكيد في اجتماع كمان مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي. يا شريف مساء الفل عليك. سافر عليك زميلي امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. رمضان كريم خلاص على الابواب، رمضان كريم بالفعل. انا خلف قاعه طبعا قاعه الراحل العظيم المايسترو كابتن صالح سليم، وطبعا اجتماع مجلس الاداره مستمر او بدا في الرابعه والربع عصرا، يمكن خلاص بقى لنا يمكن حوالي ثلاث ساعات وما زال الاجتماع مستمر. موجود طبعا الاستاذ شريف فؤاد علشان خاطر بعد انتهاء المجلس يكون في بيان لكل قرارات مجلس الاداره. حضر الكل يمكن باستثناء الاستاذ خالد درندالي امين صندوق النادي الاهلي اللي اعتذر عشان سفره خارج مصر، يمكن طبعا بحضور رئيس مجلس الاداره كابتن كبير كابتن محمود الخطيب ونائبه الوزير العامري فاروق وباقي الاعضاء فوق السن وتحت السن، الكل مجتمع من الساعه الرابعه والربع عصر الى الان مستمر الاجتماع ومنعقد الاجتماع في طبعا في قاعه صالح سليم من خلفي. بعد انتهاء المجلس اللي يمكن في 10 دقائق او ربع ساعه هينتهي المجلس الاداره هيكون موجود طبعا الدكتور شريف فؤاد علشان خاطر يقول كل قرارات مجلس الاداره. لو عاوز بقى اتكلم معاك في التمرين انا جاهز امير. طيب خلينا بس بخصوص المجلس الاول يا شريف، ابرز الملفات اللي هيتم مناقشتها في اجتماع اليوم، هل عندك معلومه بهذه الجزئيه بالتحديد؟ لا انت عارف اجتماع مجلس الاداره بيكون الاول في مكتب تنفيذي برئاسه طبعا الوزير العامري فاروق ومعه امين صندوق وبعض اعضاء مجلس الاداره، بيبقوا في قرارات بيتاخدوها وبعد كده بيتعرض الكلام ده على مجلس الاداره. ابرز القرارات طبعا ما حدش بيعرف عنها حاجه الا بعد صدورها يعني، ولكن خلاص كلها دقائق قليله وهيكون القرارات موجوده طبعا مع الاستاذ شريف فؤاد. لا الملفات برضو ما احنا انا طبعا ما نعرفش برضو ايه اللي بيحصل في المكتب التنفيذي الاول، ما بيبقاش طبعا انت عارف مجلس اداره الاهلي على طول بيبقى قراراته كلها او ملفاته كلها سريه لحد ما، يمكن زي ما اتفاجئنا مثلا بموضوع مثلا مصرف مارينا ما حدش كان يعرف الناس شغاله بقى لها سنه في الموضوع، واتفاجئنا بس يوم التوقيع عرفنا ان الناس شغاله من سنه. فانت عارف مجلس اداره بيحب السريه في كل حاجه، وهو ده النادي الاهلي طول عمره طبعا السريه طبعا. وبتفاجئ بقراراته. النادي الاهلي علمنا وعلم انديه مصر كلها محافظه على السريه وكتمان على الاخبار، وعلشان خاطر بتلاقي حتى قراراته كلها صحيحه مليون في المئه، وبتلاقي الحصر ودي كله مع مجلس اداره النادي الاهلي. تمام. طيب بخصوص بقى الفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي واستعداداته لمباراه الغد، واعتقد المران خلاص خلص بقى له اكثر من ساعه تقريبا، ابرز كواليس التدريبات النهارده المران الاخير للنادي الاهلي قبل مباراه الغد يا شريف. يمكن الساعة الرابعة عصرا كان تمرين النادي الاهلي، كان مستر لاسارتي حريص يجتمع مع اللاعبين لمدة حوالي أربع أو خمس دقائق يتكلم فيها عن مباراة النجوم، حذرهم من فريق النجوم، يمكن فريق في المركز الأخير ولكن بيقدم كرة جميلة، حذرهم من خطورته، حذرهم إن هو الفرصة الأخيرة بالنسبة له الظهور بكرة أمام النادي الأهلي ومحاولة يمكن التعادل أو الفوز على النادي الأهلي، حذرهم من خطورة النجوم، حذرهم بعدم الاستهتار بهذه المباراة، طلبهم بالتركيز الشديد، طلبهم بالحصول على الثلاث نقاط، طلبهم بالتركيز، طلبهم بلعبه لعبهم عدم الضغوط، انت عارف الاهلي مضغوط الفتره الاخيره يمكن النقطه والثلاثه نقاط بيضغط اي لعيب، النادي الاهلي مضغوط بقاله فتره، طلبوا منه ما تضغطوش ويلعبوا كرتهم العاديه كده هيكون الفوز من حلفهم، اتفرجوا على النجوم وشافوا اداء فريق النجوم، النادي الاهلي جاهز لهذه طبعا المواجهه. يمكن اللاعبين استقبلوا كلام مستر لاسارتي بكل ترحاب شديد وباين جدا في التقسيمة اللي عملها، يمكن مستر لاسارتي عمل مربعات واكتفى على طول بالتكتيك على طول اللي هيلعب بيه مباراه بكره. يمكن التشكيل ممكن يكون مقارب من المباريات السابقه، يمكن الخط الامامي هو اللي كان فيه حيره النهارده، يمكن جرب شويه جيلاردو، جرب اجاييه، جرب حسين الشحات، رمضان صبحي، صالح جمعه، ازارو، صلاح محسن، يمكن جرب كذا لاعب في الخط الامامي، يمكن لسه يمكن ما استقرش على الخط الامامي، ولكن خط الدفاع ويمكن الديفندرين يمكن مستقر عليهم بشبه كبير. يمكن المفرح لجماهير النادي الاهلي النهارده صلاح مروان محسن بيشارك النهارده في التقسيمه كلها
كلها الحمد لله اتعمل له التيست وطلع الحمد لله ركبته استجابت للعلاج في اليومين الماضيين وبقى اصبح جاهز، ولكن هو فضل اراحته وما دخلوش قائمه المباراه. يمكن غاب النهارده عن التمرين احمد الشيخ علشان عنده دور برد، بنتمنى له طبعا الف سلامه، هيكون بكره موجود في التمرين عادي باذن الله. يمكن اعلن طبعا قائمه 20 لاعب للدخول لمعسكر، هم خلاص غادروا النادي الاهلي يمكن من حوالي ساعه او اكتر شويه ودخلوا معسكر مغلق في احد فنادق مصر الجديده عشان مباراه النجوم بكره. نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي. يمكن اعلن 20 لاعب زي ما قلت لك: شريف اكرامي، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، احمد فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، ايمن اشرف، معلول، حمدي فتحي، هشام محمد، وليد سليمان، صالح جمعه، السوليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، اجاي، جيلاردو، ازارو، صلاح محسن. يمكن دي قائمه ال 20. يمكن مستر لاسارتي توقف التقسيم اكثر مره او التكتيك اكثر من مره، وكان حريص يدي تعليمات لازارو ولصلاح محسن. يمكن الراجل اتكلم كتير النهارده مع جهازه، انا شفت هو التقسيمه شغاله والتكتيك شغال، اتكلم كتير مع جهازه وزي ما قلت لك اتكلم مع ازارو ومع صلاح محسن. على الجانب الاخر تدريب الحراس كابتن طارق سليمان كان معاه مصطفى شوبير، كان معاه احمد طارق، كان معاه الشناوي، كان معاه علي لطفي، كان معاه شريف اكرامي، وممكن ادوا تمرينه قويه جدا. التأهيل مستمر على الجانب الاخر لعمر جمال واحمد علاء. يمكن الكل شغال، الكل بيجتهد، الكل عاوز يقدم عرض مشرف بكره ليه باسم النادي الاهلي، وباذن الله باذن الله يكون بكره الفوز حليف النادي الاهلي ونحصل على 3 نقاط ونتربع على قمه المسابقه ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لحسام عاشور، احنا عارفين ان حسام عاشور كان عدل التدريبات بشكل طبيعي مؤخرا يعني، لكن هل عدم انضمامه لقائمه النادي الاهلي ده بسبب مزيد من الاطمئنان على اللاعب عشان يكون جاهز للمرحله اللي جايه يا شريف؟ مستر لاسارتي بيتعامل مع الملفات دي بكل حذر وذكي جدا فيها، يعني شايف مروان محسن جاهز، شايف ان حسام عاشور ممكن يكون جاهز، ولكن ما بيغامرش بيهم، يفضل راحتهم، ياخدوا وقت كافي جدا عشان خاطر يرجعوا يتمرنوا كويس ويحتكوا في التمرينه كويسه جدا، وبعد كده يبدا يدفع بيهم. بيخاف يرجع يلعب لعيب يلعب يحصل له اصابه، ما يكونش اكتمل شفائه بنسبه 100%، ضغط المباريات غير طبعا التمارين خالص مختلفه خالص، اللاعب ممكن يصاب من ضغط المباريات، من ضغط العصبي، من الضغط النفسي، فممكن يصاب. فالراجل حريص جدا ان اللاعب يكتمل شفائه 1000000%، وبعد كده يبدا يستعين بيه. الاوراق كتيره معاه الحمد لله، نمسك الخشب بقى لنا فتره، الراجل بدا يعالج او الجهاز الطبي طبعا بيعالج اللعيبه بشكل يعني اكثر من ممتاز. الكل يمكن اصبح جاهز الان، فمستر لاسارتي بيتعامل بالاوراق اللي معاه باكثر حرص، عاوز الكل يكون معاه في المشوار المتبقي. خلاص باقي عدد قليل جدا من المباريات، حوالي 6 مباريات، باقي عدد قليل، فعاوز كل الكروت تكون متاحه بالنسبه له. وعلى راسهم طبعا وليد سليمان، ما فكرش يدفع بيه الفتره الاخيره الا لما اكتمل شفائه بنسبه 1000000%، راجل ذكي جدا في هذه النقطه. تمام، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا على هذه